انطلاق منتدى الاقتصاد العربي في لبنان بحضور مدبولي والحريري، ومصر ضيف الشرف. قرقاش يقول إن الفصائل المتطرفة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس تعطل البحث عن حل سياسي. الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية عسكرية لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا. أهلا بكم إلى هذه نشرة الإخبارية الموجزة على شاشة قناة نيل. انطلقت صباح اليوم أعمال منتدى الاقتصاد العربي الذي تنعقد دورته 27 في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. جرى اختيار مصر ضيف الشرف للمنتدى لهذا العام في الدورة 27. وأكد مدبولي والحريري على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما نقل مدبولي تحية الرئيس السيسي للقيادة والشعب اللبناني، مؤكدا دعم مصر الكامل ومساندتها للبنان في مواجهة مختلف التحديات. يشارك في أعمال المنتدى أكثر من 600 شخصية لبنانية وعربية ودولية من 20 دولة عربية وأجنبية. ينضم إلينا للمتابعة عبر الهاتف من بيروت مراسل النيل حمادة العربي. حمادة، يعني أهم ما يتم مناقشته خلال هذا المنتدى؟ فقدنا الاتصال بحمد العربي، نعاود الاتصال به لاحقا. في حوار خاص للتلفزيون المصري أكد سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري دعم مصر للاقتصاد اللبناني وحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري في خطته للإصلاح الاقتصادي. وعقد اللجنة المشتركة الهدف منها دعم التعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة البلدين طبعا، وأيضا بما يعكس هذا الدعم المصري للبنان الشقيق ولحكومة الرئيس سعد الحريري اللي النهاردة بتناقش في خلال اليومين، يعني النهاردة وبكرة وبعده بتناقش الموازنة وبتسعى إلى تحقيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية، وإحنا بنحاول إن إحنا نكون داعمين كمصر باعتبار الاقتصاد المصري تجاوز مراحل شبيهة ويعني حقق معدلات نمو مهمة، وبالتالي أصبح عندنا خبرات مهمة بيهمنا يستفيد منها الدول العربية الشقيقة وخاصة لبنان بيربط بمصر علاقة تاريخية. أكد النجاري أيضا أن موضوع الغاز شرق المتوسط سيكون على رأس المباحثات بين البلدين، خاصة أن مصر لديها القدرات التي تدعم لبنان في هذا المجال. هو الحقيقة الطاقة من المجالات المهم للتباحث فيها على مستوى عالي، موضوع الغاز في شرق البحر المتوسط موضوع يستدعي نقاش يعني مهم مع لبنان. لبنان عنده اكتشافات بيأمل ان هو يعني تظهر قريبا في البحر المتوسط، وفي نفس الوقت عنده احتياجات من الغاز الى حين استخراجه لكميات منه لتشغيل الكهرباء وخلافه، ومصر عندها القدرات اللي ممكن تدعم بها لبنان في هذا المجال. ايضا الكهرباء، في مشكلة كهرباء كبيرة، وبالتالي وزير الكهرباء ايضا موجود الى جانب يعني مع الوزراء الآخرين، وعندنا تجربة ناجحة جدا في مصر، وهتكون فرصة انه ننقل هذه التجربة ونشوف ازاي الشركات المصرية ربما تكون كمان قادرة تشارك في بعض الأعمال البنية التحتية والأعمال الخاصة بإنتاج الكهرباء في لبنان. كل ده هيكون محل بحث. We'll be right back.
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وتعطل البحث عن حل سياسي. أوضح قرقاش في تغريدة على تويتر أن اتفاق أبوظبي أتاح فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. أضاف قرقاش أن الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار. كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وأحمد المسماري أكد أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من أسر مجموعة من الإرهابيين يحملون جنسية أخرى وكانوا يقاتلون في صفوف الميليشيا المسلحة في منطقة سبيعة في طرابلس. لدينا أسرى إرهابيين من السودان ومن تشاد ومن دول أخرى كانوا يقاتلوا مع الجماعات الإرهابية ومع العصابات الإرهابية يوم الأمس في سبيعة. We have captured terrorists from Sudan and Chad that were fighting with the terrorist groups yesterday in Sbeah. وتم تناول تلك المقاطع لتثبت هذه او تثبت هذه الحالات تم تناولها في القنوات الفضائيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. And TV channels and social media outlets showed the videos that were filmed that prove this information. بقية القطاعات العمليات ممتازة جدا سواء قطاع شرق طرابلس والقطاع الأوسط وقطاع طريق المطار، هذه كلها تسير فيها العمليات بشكل جيد جدا. كما أكد أيضا أن قوات الجيش الليبي تمكنت من إحباط محاولة التنظيمات الإرهابية للهجوم على مستشفى في منطقة سبيعة. يوم الأمس كانت هناك معارك قوية جدا في منطقة سبيعة. Yesterday there was intense fighting in Sbeah area. العدو قام بهجوم على مؤخرة بعض القوات الموجودة في منطقة سبيعة وهي سرية أو فصيل لحماية المستشفى علي عمر عسكر. And the enemy yesterday attacked the back of a battalion station there to protect the hospital. وتم التصدي لهذا الهجوم بكل شجاعة. And this attack was repelled valiantly. وتم القضاء على المجموعات التي تقدمت نحو سبيعة. And the groups that tried to advance to Sbeah were destroyed. ولكن من يتابع يجد أن نحن من قتلناهم أمس هم تنظيم القاعدة الذي يقود الآن أبو عبيدة وأسامة جويلي. قال رئيس الأركان المشتركة في الجيش السوداني الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب إن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتى نجاح ثورته. وشدد الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب على عدم إطلاق القوات المسلحة أي رصاصة نحو الشعب السوداني إضافة لتصديها لأي تخريب أو انفلات أمني بالبلاد. ونؤكد بعدم إطلاق أي رصاصة تجاه الشعب، ولكن على وقفة القوات المسلحة جانب الشعب إلى أن يحقق مناره وثورته ونجاح ثروته، ولكن بعيدا عن التخريب، بعيدا عن الانفلات الأمني، وهذا حق لكل الناس أنه يعيشوا في أمان، ولن نترك السودان كما أنذر الشعب، أكيد الشعب والثورة حريصين لا ينذر هذا البلد ونحن. عودة مرة أخرى إلى المنتدى الاقتصادي المنعقد في بيروت، وينضم إلينا من هناك عبر سكايب مراسل أنيل حمادة العربي. حمادة، كيف تتابع المنتدى وأهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؟ مضطرين أن ننهي هذا التواصل مع مراسلنا في بيروت بسبب رداءة الصوت، سنعاود للتواصل معه مرة أخرى. نفذ التحالف العربي غارة على قاعدة جوية يسيطر عليها الحوثيون قرب مطار صنعاء. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن التركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وصف المالكي العملية التي نفذها التحالف بأنها عملية عسكرية نوعية استهدفت تدمير أهداف عسكرية مشروعة، مشيرا إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.
أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي اليوم بدء عملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا، مشيرة إلى أن قواتها ستطل من 3 محاور رئيسية وتنتشر على الشريط الحدودي. وقال قائد العملية أن القوات ستدخل من 3 محاور، مشيرا إلى أنها مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طريقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري. يذكر أن القوات الأمنية تنتشر على الشريط الحدودي مع سوريا بهدف منع تسلل الإرهابيين إلى الأراضي العراقية، حيث تمكنت من قتل واعتقال العديد منهم. ينضم إلينا للمتابعة عبر الهاتف من بغداد الدكتور فاضل البدراني الإعلامي العراقي. دكتور فاضل، العملية العسكرية التي بدأ الحشد الشعبي العراقي لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا، تقييمك لقدرتها على ضبط هذه المنطقة الحدودية فعليا؟ بداية يعني ما يتعلق بهذه العملية العسكرية، هي العملية جديدة في محاولة من القوات الأمنية العراقية بشكل عام على تطهير هذا الشريط الحدودي ومحاولة التخلص من تدفق الإرهابيين عبر الحدود بين البلدين من سوريا إلى العراق. ولاحظنا في الأسابيع الماضية أن هنالك عمليات اغتيال حصلت وهنالك اختراقات نفذتها عناصر تنظيم داعش في العمق العراقي في عدد من المدن العراقية، خاصة في مدينة الموصل. لاحظنا اغتيال عدد من الحالات التي استهدفت شيوخ عشائر وشخصيات أمنية وقيادات سياسية، لكنها من الصف الثالث أو من الذين رشحوا للانتخابات البرلمانية سابقا. وهذه العملية في الواقع قد تأتي بعد ظهور زعيم تنظيم داعش أبو البغدادي عندما ظهر بفيديو قبل 3 أيام. وهنالك طبعا ظهوره، يعني هنالك مرحلة جديدة في نظر الحكومة وفي نظر الجهات الأمنية. طيب الجهات الأمنية قالت إنه هذه القوات العراقية ستكون قادرة على درء أي هجوم مضاد من جانب الإرهابيين، فهل ستكون الأمور بهذه السهولة برأيك؟ من الطبيعي أن القوات الأمنية العراقية قادرة على صد أي هجمات لتنظيم داعش. أولا لم تكن لقوة تنظيم داعش كما كانت سابقا، هي الآن تمارس عمليات الفر والكر، وهي تمارس عمليات ما يسمى بالذئاب المنفردة التي فعلا تأتي على شكل جماعات وأفراد تمارس عمليات قتل ثم تنسحب في محاولة منها لإثبات وجود تنظيم داعش أنه يتواجد في مناطق عديدة. وبالتالي نلاحظ أنه حتى العمليات التي يقوم بها عناصر تنظيم داعش في مناطق مختلفة من العراق، وإن كانت هي في الغالب تنحصر في الجانب الشمالي الغربي للعراق، هذا ما يؤكد على أنه التدفق بالفعل من الحدود السورية باتجاه العمق العراقي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فاضل البدراني الإعلامي العراقي. أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون عن توجيهه دعوة لمسؤولين كبار من فرنسا وألمانيا والأردن والسعودية ومصر، إضافة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بعد غد الجمعة لبحث تطورات الأزمة السورية. من ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح 140,000 شخص في محافظة إدلب ومحيطها بالتزامن مع بدء القوات السورية وحليفاتها روسيا تصعيدهما في المنطقة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة تنظيم جبهة النصرة. مرة أخرى نعود إلى بيروت، وينضم إلينا من جديد حمد العربي مراسل النيل.
حمادة يعني أتمنى أن يكون الصوت أفضل هذه المرة، وكنت سألتك في المرة الماضية عن فعاليات هذا المنتدى وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. بالفعل زميلتي العزيزة، المنتدى بدأ قبل حوالي نصف ساعة من الآن، كان هناك كلمات كثيرة لعدد من الحضور داخل هذا المنتدى. رئيس المنتدى أكد فيها على القوة الحاضرة لمصر خلال الفترات الماضية، وأن الإنجازات التي اتخذت خلال الثلاثة أو الأربع سنوات الماضية كانت مدعاة للفخر لكل العرب، خاصة مع رصد عدد كبير من المنظمات والمؤسسات الدولية لهذه القطاعات والنجاحات التي تحققت فيها. ثم بعد ذلك تلقى كلمة للدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، تحدث فيها عن التحديات التي تواجه الأمة العربية من حيث ارتفاع معدلات البطالة، انخفاض معدلات النمو في بعض الدول، وجود عدد كبير من الدول التي تعاني من النزاعات وأحيانا بعض الحروب في دول أخرى والمنظمات الإرهابية. وقال أن هذه التحديات لابد من مواجهتها بشكل كبير وبشكل كامل، وإتاحة فرص كبيرة أمام الشباب في الدول التي تنعم ببعض الرخاء والاستقرار الأمني بالتحديد لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة. يمكن الكلمة الآن للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، يتم خلال هذه الكلمة عرض لملامح الخطة التي اتخذتها مصر للإصلاحات الاقتصادية أمام هذا المنتدى الذي يضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والدوليين ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين. وهناك يعني تأكيد على أن هذا المنتدى يعد فرصة لتكامل اقتصادي بارز بين الدول العربية ككل وبين مصر ولبنان بصورة أخص، خاصة أن مصر هي ضيف شرف هذا المنتدى الاقتصادي الذي يعقد في دورته 27. هناك مناقشات للتحديات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها وأنواعها، مسألة إدخال التكنولوجيا في البنية التحتية وتنظيم وسائل الاتصال بين جميع الدول العربية، إلى إضافة ذلك هناك كذلك العملات والقطاع المصرف وتنمية القطاع المصرف في الدول العربية، استشافات الغاز والبترول. يعني هناك عدد كبير من مجالات التعاون تنقصها فقط الإجراءات القوية التي تتخذ من قبل الحكومات لتمهيد الطريق لعمل المزيد من القوية في الدول العربية. نعم، تقوية العلاقات. حمادة، كان سفير مصر لدى لبنان تحدث عن يعني أهمية الاكتشافات النفطية أو الخاصة بالغاز الطبيعي في المنطقة المحيطة بلبنان، وقال أنه هناك تعاون يمكن أن يحدث في هذا المجال لأن مصر لديها خبرة. فحدثنا عن يعني هذه الأفق الجديدة للتعاون في مجال آخر بين مصر ولبنان. بالفعل السفير نزيه المجاري تحدثنا معه بالأمس، هو اليوم أكد على هذه المعلومة بصورة كبيرة، وأكد أن لبنان بسواحله وأراضيه هناك يعني دراسات تؤكد وجود عدد كبير من الاستشافات البترولية والغاز، من الممكن أن تعطي دفع للنمو الاقتصاد داخل دولة لبنان. مصر كما تعلم ويعلم عدد كبير من المشاهدين استطاعت خلال الثلاثة سنوات الماضية توقيع عدد كبير من المذكرات لتحقيق الاكتشافات على أرض الواقع بين حقل زور في البحر المتوسط وعدد من الحقول الأخرى. يعني مصر اتخذت أشواطا كبيرة في هذا المجال بصورة كبيرة، وهذه الأشواط تشمل عدد كبير من تصميم البنية التحتية لتطوير الاستشافات الخاصة بالغاز، وجود خبراء أجانب وخبراء مصريين للعمل عليها تنفيذها بشكل كامل، وجود عامل السرعة والدقة هو يعني ميزة نسبية قوية للجهد المصري في مجالات الغاز والاستشافات والنفط. لبنان لديها فرصة كبيرة، وخاصة مع وجود وزير البترول المصري ووجود الحكومة المصرية في عدد يعني يقرب ما بين 10 وزراء مصريين من مختلف النواحي، هي فرصة كبيرة لتدعيم هذا المجال. يمكن القوم خلال الفترة الماضية، وكما تعلمين سوق البترول متغيراته تزداد وتتلاحق خلال الفترة الماضية، والبحث عن سبل الطاقة يزداد، لذلك الاستشافات البترولية هي فرصة ذهبية للجميع. شكرك، شكرا جزيلا حمد العربي مراسل النيل في بيروت على هذه المتابعة. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال من أعمال العنف الجارية في فنزويلا، وذلك على خلفية إصابة عدد من الأطفال في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في كاراكاس. طالبت مديرة اليونيسف أن يتمتع الأطفال واليافعون في فنزويلا بحقوقهم بكل أمان وفي كل الأوقات، مؤكدة إصابة ما لا يقل عن 15 قاصرا ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما خلال هذه المظاهرات.
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراء عسكري في فنزويلا لوقف الاضطرابات التي تشهدها البلاد إذا لزم الأمر. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار في فنزويلا تحت مسمى الديمقراطية. عقب تهديدات لوحت بها واشنطن للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة التي طال أمدها في فنزويلا وتدخل روسيا على خط الأزمة، تصاعدت حدة الأزمة في البلاد حيث خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات احتجاجية في شوارع العاصمة كاراكاس سعيا لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على الاستقالة. الخارجية الأمريكية أعلنت من جانبها أن الوزير مايك بومبيو أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف هاتفيا أن موسكو تعمل على زعزعة الاستقرار في فنزويلا، داعيا موسكو مجددا للتوقف عن دعم مادورو. مهاتفة بومبيو ونظيره الروسي تأتي بعد ساعات من تهديد الأول بأن إدارة ترامب مستعدة للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا. كان موقف الرئيس واضحا تماما وثابتا، العمل العسكري ممكن إذا كان ذلك ضروريا فسنقوم به، نحن نحاول أن نفعل أي شيء لتجنب العنف. لقد طلبنا كافة الأطراف بعدم الانخراط في أي من هذه الأنشطة. نحن نفضل الانتقال السلمي لسلطة مادورو وإجراء الانتخابات. لافروف من جانبه ندد بالتأثير المدمر للولايات المتحدة في فنزويلا، مؤكدا أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. في غضون ذلك اندلعت الاشتباكات في العاصمة كاراكس بين أنصار المعارضة والقوات الفنزويلية مع بدء مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة يوم عيد العمال. قوات الحرس الوطني الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء محاولتهم إغلاق طريق سريع قريب من قاعدة عسكرية حاول فيها غوايدو إشعال انتفاضة عسكرية ضد مادورو. أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن سلطات الحدود تعتزم إخضاع العائلات المهاجرة لاختبارات الحمض النووي من أجل إثبات صلة القرابة بين البالغين والأطفال. وأفادت مصادر أن بعض البالغين يستخدمون أطفالا لا يمتون لهم بصلة كوسيلة لتيسير دخولهم إلى الولايات المتحدة والبقاء فيها، ما استدعى إجراء هذه الاختبارات الجديدة التي تحول دون ذلك. من المقرر أن يبدأ العمل على إطلاق برنامج تجريبي لاختبار الحمض النووي السريع في عدة نقاط عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، حيث يعبر شهريا عشرات الآلاف من المهاجرين غير المسجلين بينهم عائلات بأكملها تسعى لطلب اللجوء في الولايات المتحدة. أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغريني أن الاتحاد سيرد على إدخال جميع بنود قانون هيلمز-بورتون حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يفتح الطريق لطلب تعويضات لكوبيين غادروا بلدهم بعد ثورة عام 1959. أكدت موغريني أن تطبيق هذا القانون يعد مخالفة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن التكتل الأوروبي سيعتمد كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار قانون هيلمز-بورتون، ما في ذلك اللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي. يمثل اليوم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام المحكمة لنظر طلب الولايات المتحدة بتسليمه لاتهامه بالتآمر مع محللة سابقة في المخابرات العسكرية وتسريب مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية. وكانت محكمة بريطانية قد قضت بالسجن 50 أسبوعا على أسانج لإدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه على إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور والتي أمضى فيها 7 سنوات. تتم هذه النشرة تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. انطلاق منتدى الاقتصاد العربي في لبنان بحضور مدبولي والحريري، ومصر ضيف الشرف. خرقاش يقول إن الفصائل المتطرفة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس تعطل البحث عن حل سياسي. الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية عسكرية لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا.
ختم هذه نشرة الإخبارية الموجزة على شاشة النيل. إلى اللقاء.